ينتهي اليوم رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة من إجراء المشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين لاختيار رئيس الوزراء القادم الذي سيقود الحكومة البرلمانية. وفي نفس السياق توافقت كتلة الاتحاد الوطني مع الوفاق بترشيح اسم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور لرئاسة الحكومة المقبلة، بينما طلبت كتلة الوسط الإسلامي التريث لمدة 48 ساعة قبل اقتراح اسم رئيس الحكومة الجديد. رفعت محكمة استئناف عمان 5 قضايا تخص الطعون الانتخابية في الدائرة الرابعة في محافظة الزرقاء ليتم النطق بالحكم فيها يوم السبت المقبل، فيما أعادت المحكمة فرز صناديق الدائرة السادسة في الكرك لتدقيق الأصوات الموجودة فيها والبت بالطعن المقدم بأصواتها. أعلن أمين عام وزارة التعليم العالي مصطفى العدوان عن فتح باب القبول لتسجيل الطلبة خريجي امتحان الثانوية العامة بجامعات الجنوب بحسب الشواغر الموجودة فيها، ممن ينطبق عليهم اشتراط تحقيق الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي. وأكد العدوان أن هذا القرار يشمل خريجي الدورة الشتوية لهذا العام وطلبة السنوات السابقة. استشهد مساء الأمس الأسير الفلسطيني عرفات شاهين جرادات عن عمر 30 عاما في سجن مجد الإسرائيلي. وزعمت مصادر إسرائيلية أن الأسير جرادات وهو من بلدة سعير في محافظة الخليل تعرض لنوبة قلبية حادة أدت إلى وفاته، في حين حمل وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع حمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير.